عمال أوكرانيون في السكك الحديدية شرعوا في تحميل جثث ركاب الطائرة الماليزية التي تحطمت في شرق أوكرانيا في عربات ثلاجة من محطة في بلدة توريز البعيدة عن موقع الحادث بنحو 9 أميال. شهود عيان تحدثوا لوكالة رويترز عن رؤيتهم لخمس شاحنات رمادية في المحطة، واحدة منها على ما يبدو كان التبريد فيها قد تم تشغيله. أحد عمال المحطة قال إنه قد تم تسليم شيء ما وأنهم أبلغوا بضرورة الانتظار، فيما ذكر ضابط مناوب في محطة توريس إن الجثث قد أحضرت خلال الليل، مشيرا إلى أن العربات كان من المقرر أن تنطلق في اتجاه لوفايسك وهي بلدة أخرى إلى الشرق نحو الحدود مع روسيا. أحد قادة الانفصاليين تحدث عن العثور في حقل بشرق أوكرانيا على ما يبدو أنه الصندوق الأسود، فيما شددت كوالالمبور على تبعية الصندوق لها بوصفها صاحبة الطائرة المنكوبة. الحكومة الأوكرانية اتهمت الانفصاليين التابعين لموسكو بإقدامهم على تدمير الأدلة المفضية إلى مسؤوليتهم عن إسقاط الطائرة، والذي أدى إلى تلبد أجواء المواجهة بين الكرملين والقوى الغربية.